يا صباح الخير على كل الساده المشاهدين اللي بيشوفونا. يوم جديد، نهاركم سعيد. النهارده 12/10/2013 هنكون موجودين معاكم على مدار ساعتين على الهواء مباشره. واعتقد ان كلنا تابعنا امبارح شاشات التلفزيون وتابعنا تداعيات يوم الجمعه اللي ما بقاش يوم جمعه هادئ زي الناس ما بتستمتع بيه كل اسبوع. الفكره نفسها ان طبعا اكيد اسفرت عن ضحايا، بس ضحايا ما كانوش زي يوم الجمعه اللي فاتت. وفي نفس الوقت كمان تخريب المنشات العامه، تخريب المنشات العامه ده بقى شيء عادي، تخريب المطافي بقى شيء عادي. ف مش عارفه احنا نوصل لايه بصراحه. صباح الخير يا ساره. صباح النور يا دينا، وصباح النور على كل الناس اللي صاحيه معانا وبتشوفنا النهارده في نهارك سعيد 12/10 يوم السبت. وزي ما دينا بتقول، يعني ايه مال المطافي على فكره؟ مالها المطافي يعني عشان يروحوا يعملوا فيها كده؟ ولا عربيه المساجين اللي كانوا عايزين يهربوا المساجين اللي فيها دي، لما احنا جربنا قبل كده المساجين اللي هربوا عملوا ايه لما هربوا يعني؟ تمام. طيب برضو هصحى من نوم الصبح كل يوم وافكر المسؤولين بالزباله وبالزحمه. ارجوكوا. لو انا فعلا جايه من شارع السودان لقيت زباله، يعني انا مش عارفه اقول ايه. المفروض هو احنا دلوقتي في البيوت مش المفروض اللي بيتحصل مننا فلوس على فكرة؟ على اساس الحكومه بتاخد مننا في النور المفروض على فلوس النور، فلوس ان هم ياخدوا الزباله او يشيلوا القمامه يعني. طيب دلوقتي الناس بتدفع الفواتير دي بدليل ان النور، يعني الناس كلها بتدفع الفواتير، فبدليل ان المفروض ان الزباله دي تتلم من مكانها. انا وانا جايه الصبح لقيت الزباله في كل حته في الشوارع، مش عارفه الموضوع ده المفروض يتحل ازاي. ودي ابسط حقوق الانسان انه يعيش في مكان نظيف، فمش عارفه ازاي احنا ممكن نحل القصه دي يعني. وعلى فكره اخلاق الناس هتتغير جدا لما الزحمه تقل بجد والله فعلا، لانه الناس، انا كنت راكبه مع سواق تاكسي بيقول لي انا كنت هروح اموت مراتي. وطبعا مش عايزه اقول ده يعني انه ده مبرر، يعني انا قصدي اقول ان هو بيقول مجازا يعني، من كتر ما هو كان متعصب جدا. بقى له 4 ساعات في مشوار بيودي حماه تقريبا مستشفى حاجه زي كده، فقعد 4 ساعات في مشوار، رجع كان خلاص مش قادر، هيكلمه هيعمل معاه كارثه. فبجد حرام، صعب 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 الواحد يقعد في طريق لمده 4 ساعات في مسنين راكبين العربيات، وفي ناس عيانه عايزه تروح مستشفيات، وفي ناس عايزه تروح مشاوير. انجاز الدنيا بتضيع مننا واحنا لسه واقفين في اشارات مرور وفي زحمه، وفي ناس داخله الميكروباصات اللي بتخش تكسر الاشارات وبتخش تزنق على الناس. حاجه لازم حد ياخد موقف، لازم تفعيل القانون. تفعيل القانون اللي بننادي بيه من بقالنا 70 سنه. طيب خلينا نقول ان احنا معانا مجموعه فقرات للنهارده. فمعانا دكتور جوزيف نسيم، وهو مدير مركز مصر للدعم السياسي والقانوني، وهنتكلم معاه عن نشاط مركز مصر للدعم السياسي والقانوني على مستوى مصر والوطن العربي. موضوع مهم جدا، فيا ريت تتابعونا. صحافتنا النهارده اللي هنتكلم عنها او المنشطات اللي هتكون موجوده معانا هيكون ليها علاقه طبعا باللي حصل امبارح يوم الجمعه، المنشطات الهامه بتاعه يوم الجمعه وحاجات اخرى بقى ليها علاقه بالدول الخارجيه. فهيكون معانا في الفقره دي عشان يعلق على الاخبار بتاعتنا الكاتب الصحفي الاستاذ محمد عبد الرحمن. وهيكون كمان معانا عن اهميه، يعني بجد لما الناس بتتكلم عن الحروب بتمنى جدا ان في حروب ضد المجاعه والفقر والجهل. فالنهارده معانا اهميه تطوير برامج محو الاميه في مصر، وهيكون معانا استاذ هاني شرقي وهو مسؤول التدريب في قطاع محو الاميه بكريتاس مصر. كل سنه وانت طيبه يا دينا. وانت طيبه. ما طيبتش عليك النهارده. كل سنه وانت طيبه وانا ان شاء الله. وكل سنه والناس كلها طيبين، وان شاء الله العيد ده يكون فتحه ايام كويسه وخير على المصريين الايام اللي جايه ان شاء الله، لان هو خير. العيد ده كله خير يعني، بنساعد فيه كل الناس والفقراء بالتحديد والمحتاجين. الفقره اللي معانا النهارده هي ليها علاقه بالاكل في العيد، لانه الناس كلها طبعا في العيد بتتعزم طول النهار وبتقضيها اكل طول الليل. لا ومعروف يعني ان العيد عيد لحمه، فالناس يعني عايزين نقول ان اللحمه مش حاجه صحيه جدا. الناس بتاكل لحمه مره واحده بس في الاسبوع لو قدروا يعني. تخيلي بقى الفطار لحمه ونصحى ناكل لحمه بقى عشان احنا لسه. انا مش عارفه بنفطر لحمه ونتغدى لحمه ويلا بينا نتعشى شويه لحمه. خلينا اقول لكم انه هيكون معانا في الفقره دي الدكتور حسام عبد العزيز، هو دكتور بطنه وجهاز هضمي بطب القصر العيني، ونتكلم عن الاكل السليم في العيد. اكيد هيدينا نصايح وتبس حلوه جدا، خليكم معانا في الفقره دي. والله انا ببقى حزينه قوي وانا بتكلم عن الفقره دي، وبحس قد ايه ان انا اساسيه مع العيد زي الاكل كده. بالظبط، يعني زي ما ساره بتقول حاجه حزينه جدا ان دي تبقى حاجه اساسيه زي الاكل كده في العيد، وهي فكره التحرش. وبلدنا ما كانش فيها كده، ففكره ان انا يبقى عندي مبادره للتحرش في العيد، حاسه ان الموضوع تقيل قوي على قلبي. وانا بتكلم يعني بتكلم ان في تحرش في العيد وناس مريضه نفسيا بتعمل كده يعني، فمش عارفه يعني نفسي دول كلهم كده يتعدموا في ميدان عام، معرفش ازاي. بس يعني فكره مبادره للتحرش في العيد هيكون معانا استاذ فتحي فريد، وهو منسق عام مبادره شفت
التحرش برضو اللي بجد فعلا. فكره تفعيل القانون اللي انت بتقوليه انه اللي يعمل كده على فكره لازم يتاخد ويتعاقب ويخش السجن. يخش السجن بالظبط. يعني الناس المفروض ان هي نازله تفرح في العيد ونازله تخرج واجازه وفجاه يحصل كده. انتوا مش خلين العامل النفسي اللي على اي بنت بيحصل بيكون عامل ازاي؟ فيعني مش متخيله يبقى في حد سيك مايند كده زي ما بيقولوا او عقل مريض. يعني المفروض فعلا يتعزم في الدنيا. نبدا طبعا يمنى وفقره الصحافه والاستاذ محمد عبد الرحمن. استنونا على طول بعد البريك صغير جدا ده.